بذلت أسرة الطفلة السعودية دينا العبادي جهدا كبيرا على مدى سنوات لعلاجها من عيب خلقي في الحبل الشوكي، حتى تلقوا نصيحة بتجربة علاج مختلف وهو ركوب الخيل. وبعد 30 جلسة علاج بركوب الخيل، قال مدربو الطفلة دينا إن حالتها تحسنت بشكل كبير، وإن التدريب المكثف أدى لتقوية عضلاتها وأصبحت أكثر اعتمادا على نفسها. Okay.